أطلق اسم الأندلس على شبه جزيرة الإيبيريا وهي إسبانيا والبرتغال اليوم، وتقع أقصى غرب القارة الأوروبية على المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط من الجنوب. والأندلس لدى العرب هم الوندال، شعب جرماني حيث نزحوا إلى إيبيريا. والأندلس اسم أطلقه المسلمون على شبه الجزيرة الإيبيريا ويعني الشيء الخفي، بعد أن دخلوها بقيادة طارق بن زياد وبأمر من والي المغرب موسى بن نصير في عهد الوليد بن عبد الملك. ومنذ ذلك الوقت أصبحت جزءا من دولة الخلافة الأموية عام 92 هجرية الموافق ل 771 ميلادية. واستمر هذا الفتح لما يقارب 800 عام من وجود المسلمين في الأندلس، حتى سقوط مملكة غرناطة آخر مماليك الدولة الأندلسية عام 897 هجرية الموافق ل 1492 ميلادية. بدأت قصة فتح الأندلس بعد أن طلب موسى بن نصير الإذن من الخليفة الوليد بن عبد الملك بدخول الأندلس. جهز سرية استطلاعية بقيادة طريف بن مالك مكونة من 400 رجل و100 فارس في 4 مراكب. نزل طريف عام 91 هجرية بجزيرة تقابل الأندلس تعرف بالجزيرة الخضراء، فغزا الجزيرة واستولى عليها وسميت بطريف نسبة إليه، حيث عمل على استطلاع أحوال المنطقة وما يليها، فكون فكرة عامة عن المنطقة والطبيعة الاستراتيجية والجغرافية لأرض الأندلس. عاد طريف بن مالك الذي بدأ قصة فتح الأندلس من مهمته مكللا بالنجاح في السيطرة على الجزيرة الخضراء ودراسة جنوب الأندلس حيث سينزل جيش المسلمين، وشرح لموسى بن نصير كما قام به وما رأاه. وبعد عام من عودته جهز ابن نصير الجيش وأعد العدة وأرسل 7000 مقاتل بقيادة طارق بن زياد، حيث بدأ بهم الفتح الإسلامي للأندلس على الرغم من الأعداد الضخمة لقوات النصارى في الأندلس. وهنا تبدأ قصة فتح الأندلس التي بدأت في رجب عام 92 هجرية. انتدب موسى بن نصير القائد طارق بن زياد لفتح شبه الجزيرة الإيبيرية ب7000 مقاتل من العرب والبربر، حتى نزل بمضيق جبل طارق والذي ما زال يعرف بهذا الاسم حتى يومنا هذا. وعند نزوله واجه جيشا من النصارى يحمي تلك المنطقة، عرض عليهم الإسلام أو الاستسلام ودفع الجزية للمسلمين، لكنهم رفضوا شروط المسلمين ودارت بينهم معركة حامية انتصر بها المسلمون. وصلت الأخبار إلى حاكم طليطلة أن جيوش المسلمين تتجه إليهم، حيث توجه المسلمون إلى الشمال باتجاه قرطبة التي سرعان ما أرسل النصارى قوة عسكرية لقتال المسلمين، لكن تمت هزيمتهم وقتل قائدهم. جمع لودريغو حاكم طليطلة جيشا مكونا من 100,000 مقاتل واتجه إلى الجنوب لقتال المسلمين. أرسل طارق بن زياد إلى موسى بن نصير يطلب منه المدد، وشرح له ما حقق من انتصارات وأن النصارى جهزوا جيشا جرارا لقتالهم، فأرسل له 500,000 مقاتل أغلبهم من العرب بقيادة طريف بن مالك. اختار طارق بن زياد منطقة وادي الرباط أو ما يعرف بوادي لكة لقتال جيش لودريغو في 28 رمضان من عام 92 هجرية، حيث دارت معركة شرسة بين الطرفان استمرت لمدة 8 أيام انتهت بنصر مؤزر للمسلمين، حتى أن هذه المعركة عرفت بأنها من أشرس المعارك التي دارت في التاريخ الإسلامي. وبعد هذه المعارك
بدأ سكان الأندلس بالدخول في الإسلام ودون حدوث معارك كبيرة تذكر أو إبادة قام بها المسلمون تجاه السكان الأصليون للأندلس. كان هذا حديث مفصل موجز عن قصة فتح الأندلس. وبعد سقوط الدولة الأموية أمام دولة بني العباس أصبحت الأندلس إمارة موزعة على القبائل المسلمة، إلا أن حادثة حصلت غيرت خارطة الأندلس، حيث قدم الأمير الأموي عبد الرحمن بن معاوية من الشام هاربا من بطش العباسيين لبني أمية، وسرعان ما استطاع أن يؤلف بعض القبائل إلى صفه بكونه أميرا أمويا. وبالفعل استطاع عبد الرحمن بن معاوية صقر قريش أن يوحد الأندلس ويوسعها. عند الحديث عن قصة فتح الأندلس لا بد من ذكر معركة لكة التي كانت الانتصار الأكبر والحاسم لقصة فتح الأندلس. فعندما علم لودريغو بدخول المسلمين اعتقد أن المسألة مجرد غزوة نهب، حتى وصلته أخبارا عن تقدمهم ناحية قرطبة، فأرسل قوة عسكرية بقيادة ابن أخته بانشيو، فوقع القتال وهزموا وقتل بانشيو، وفر من نجا ليخبر لودريغو من الخطر القادم من الجنوب. فجمع جيشا قوامه 100,000 وتوجه إلى الجنوب ليقصد المسلمين، فطلب طارق بن زياد المدد فمده موسى بن نصير 5,000 مقاتل ليصبح عدد المسلمين 12,000. استقر بمنطقة تسمى وادي لكة، حيث جبل شاهق يحمي به ظهره من الخلف والميمنة. وفي رمضان سنة 92 هجرية دارت معركة من أشرس المعارك في تاريخ المسلمين، وعلى مدى 8 أيام متصلة، وكان القتال ضاريا وشرسا بين المسلمين والنصارى، حتى انتهت بنصر مؤزر للمسلمين، واعتبر ملحمة من ملاحم الجهاد التي لم تشهدها بلاد المغرب والأندلس من قبل. كانت الأندلس ازدهرت إبان فترة حكم المسلمين لها، حتى عرفت بالهندسة المعمارية والعلم والثقافة والتي ما تزال آثارها شاهدة لهذا اليوم. كما وقبل المسلمون انضمام النصارى للإسلام من أراد منهم طوعا، وحرصوا على تعليمهم تعاليم الدين الإسلامي الصحيح، ولم يعتدي المسلمون على الكنائس، وعملوا على المساواة بين الجميع سواء مسلمين أو مسيحيين، وإلغاء ما كان يعرف بالطبقية إبان حكم القوطيين. وتعلم سكان الأندلس اللغة العربية، وكانوا يتفاخرون بتعليمهم لها، ويقدر الباحثون الإسبان أن 30% من مفردات اللغة العربية دخلت إلى اللغة الإسبانية، حتى أن الموسيقى الإسبانية تعد خليطا من الموسيقى الأندلسية والشعر العربي الأندلسي. يجدر بالذكر أن المسلمين عملوا على نهضة بلاد الأندلس، حتى لم تكن بلاد في ذلك الوقت من العالم أكثر ازدهارا وتطورا منها، فانتشرت المباني المعمارية الجميلة التي ما زالت صامدة إلى اليوم وتبهر زائريها من جمالها ودقتها، وأنشأوا القناطر في جميع المناطق، واشتهرت بصناعة السفن والأسلحة، وكانت الأندلس مركزا للعلم يأتي إليه الناس من جميع الأرجاء، وما تزال كثير من القلاع والقصور والمساجد شاهدة إلى هذا اليوم، تشير إلى فترة الازدهار التي كانت عليها الأندلس إبان الحكم الإسلامي، مثل جامع قرطبة وقنطرة قرطبة وقصر الحمراء وجنة العريف في غرناطة ومسجد الأندلس في مالقة وقصر الجعفرية في سرقسطة وقلعة شريش في إشبيلية
وغيرها من الآثار الإسلامية الكثيرة. إلى هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وموعدنا في حلقة جديدة وقصة جديدة عن تاريخ المغرب العتيق. إذا كنتم من عشاق التاريخ ندعوكم بالاشتراك في القناة لتتوصلوا بجديدنا عن تاريخ المغرب العتيق. شكرا على المشاهدة.